النهارده موجودين هنا بسبب الدوره اللي نظمت من اجلهم، ولولا هذه الدوره ولولا التحاقهم بها ما كانش هذا الحفل. بدايه كده بقول اي كلمه مكتوبه، بتمنى في هذه الدورات المدربين بيكونوا على الجديه الكافيه، مطلوب الطرف الاخر ان يكون على نفس القدر من الجديه، والا يكون المستهدف في النهايه الحصول على خطاب او شهاده في حضور دوره تدريبيه.